إذن ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد. أيمن، أهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. ما هي مشاهداتك لهذا اليوم؟ ما هي فعاليات هذا اليوم داخل المعرض؟ فعلا إيمان، حسب البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة الثقافة المصرية بأن أعداد الزوار والجمهور الذي توافد على المعرض حتى يوم أمس تجاوز 3 ملايين زائر، بالإضافة طبعا إلى الأعداد الرسمية التي سيعلن عنها في مساء اليوم. الفعاليات طبعا متنوعة منذ 26 من يناير السابق، حيث استمر المعرض على مدار 11 يوما إلى حتى هذا اليوم بفعاليات وندوات ثقافية وأخرى، ندوات فنية وأيضا برامج للطفل. أما لو تحديدا هنتحدث عن ما استضافته أروقة وقاعات المعرض هذا اليوم، كانت هناك ندوات في قاعة صلاح جاهين، واحدة تأتي بعنوان السرد العربي والأخرى كانت تأتي بعنوان صلاح جاهين في بلاط صحبة صاحبة الجلالة، أما الندوة الثالثة كانت تأتي بعنوان نحن والتاريخ. أما في القاعة الدولية كانت تستضيف يعني ندوتان في غاية الأهمية، واحدة تتحدث عن المرأة العربية والثقافة المجتمعية، والأخرى كانت تتحدث عن السياحة الثقافية في الأردن، توالت الندوات على مدار اليوم. وكما نعلم بأن الأردن هي ضيف شرف هذه الدورة 54 بصحبة 53 دولة أخرى من جميع القارات والدول المختلفة، الذين حيث أيضا أشادوا جميع أصحاب دور النشر بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية. ولو نتحدث أيضا عن أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية على مدار الأيام السابقة ويعمل بها حتى يوم غد اليوم النهائي قبل إغلاق الأبواب أمام الجمهور، وهي طبعا كانت هناك في الأجنحة المخصصة بقصور وزارة الثقافة يعني أطلقت مبادرة بخصم يصل إلى 80%، وكانت أسعار الكتب تتراوح من جنيه إلى 20 جنيه، أي بأسعار الرمزية تقريبا. وأيضا كان يعني حسب البيانات الرسمية التي أعلن عنها بأن الأعداد أو أعداد الطبعات التي طبعت جديدة تجاوزت 100,000 طبع. إليك لو في نعم أيمن، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك.